أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني في درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، درس في الوحدة الأولى آخر درس بعنوان الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، وواضح إن ده آخر درس في دروس البيئة الزراعية. طيب هنتكلم النهاردة عن الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، هنعرف إيه؟ تعالوا نجهز نفسنا ونركز، دي أهم النقط اللي هنعرفها في درس النهاردة. النهاردة هنعرف تعريف كلمة تجريف التربة، وكمان هنعرف تعريف المصرف، وكمان هنعرف الأنشطة الاقتصادية اللي في البيئة الزراعية زي النشاط الزراعي، وده بيرتبط معاه تربية الحيوان. كمان هنعرف نشاط زي صيد الأسماك، ونشاط تاني زي نشاط الصناعات الحرفية، وكمان هنتكلم عن النشاط السياحي، وكمان هنتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية وإزاي الدولة بتبذل جهود لحل هذه المشكلات. تمام؟ ودي أهم النقط اللي هنعرفها في درس النهاردة. يلا بينا نبدأ درس النهاردة ونتكلم عن الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. الأنشطة الاقتصادية، لما أقول كلمة أنشطة اقتصادية حبايبي، كلمة أنشطة اقتصادية يعني الشغلانات اللي أنا بعملها في البيئة الزراعية، يعني أنشطة اقتصادية أنا دي شغلانات موجودة جوه البيئة الزراعية، زي النشاط الزراعي ده رقم واحد، 2 صيد الأسماك، 3 الصناعات الحرفية، 4 النشاط السياحي. واضح قدامنا دول أهم 4 أنشطة اقتصادية موجودة في البيئة الزراعية. تمام؟ طيب ممكن حد يسألني سؤال، بما تفسر تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية؟ الإجابة بسبب تنوع الموارد الطبيعية، بسبب تنوع الموارد الطبيعية. نتكلم عن النشاط الأول اللي هو النشاط الزراعي. النشاط الزراعي يعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، بما تفسر يا حبيبي ليه؟ الإجابة هي بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة ووسائل النقل، بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة ووسائل النقل. طب يا مستر يعني ايه النشاط الزراعي؟ هو زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والدواجن. طيب عايزين دلوقتي نعرف أهم المحاصيل الزراعية الموجودة، هنقسمهم 3 أقسام: الحبوب الغذائية زي القمح والأرز والذرة، المحاصيل المنتجة للسكر زي قصب السكر وبنجر السكر، ومحاصيل المنسوجات زي القطن والكتان. تمام؟ طيب طبعا بيرتبط بالزراعة تربية الحيوانات، ودي بتتم في المزارع زي ايه؟ زي الأبقار والجاموس والأغنام. طيب ايه أهمية تربية الحيوان؟ طبعا مهمة، ليه؟ بتوفر لنا اللحوم والجلود والألبان. طيب النشاط رقم 2 هو نشاط صيد الأسماك، وعندنا 3 أماكن بناخد منهم الأسماك زي نهر النيل وفرع دمياط ورشيد، الترع والبحيرات مثل بحيرة قارون، كمان عندي المزارع السمكية. مزارع سمكية يعني أحواض بزرع فيها السمك. طب ليه بعمل كده؟ الهدف هو زيادة الإنتاج الزراعي، زيادة الإنتاج الزراعي. طيب نتكلم عن النشاط الثالث، هو نشاط الصناعات الحرفية. عندي 4 صناعات حرفية موجودة في البيئة الزراعية: 1 صناعة الأساس، 2 صناعة السجاد اليدوي، 3 صناعة الفخار، 4 الصناعات الغذائية وحفظ وتعليب التمور. صناعات الأساس زي ما انتوا شايفين في الصور، كل صناعة موجودة قدامنا في الصور، ودول 4 صناعات في الصناعات الحرفية موجودة عندنا. طيب أنا واضح عندي صناعات كتير، بما تفسر تتنوع الصناعات الحرفية؟ الإجابة زي ما بنقول دايما بسبب تنوع الموارد الطبيعية، بسبب تنوع إيه؟ الموارد الطبيعية. تمام، دلوقتي ندخل في النشاط السياحي. ايه ده يا مستر، هو في نشاط سياحي في البيئة الزراعية؟ ايوه، عندنا 3 اماكن مهمة جدا فيهم نشاط سياحي، زي محافظة الفيوم، محافظة الشرقية، والنوبة. محافظة الفيوم فيها اكتر من مكان سياحي موجود في محافظة الفيوم، زي ايه؟ زي بحيرة قارون، عين السيلين، والسواقي. تمام، نقولهم تاني: بحيرة قارون وعين السيلين والسواقي. طيب المكان التاني عندنا نشاط سياحي في محافظة الشرقية، ودي موجودة في حضارة او اثار حضارة تل بسطة، اثار حضارة تل بسطة زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. طيب النوبة عندنا الاثار النوبية زي مباني واساس ومشغولات وايه وزخارف زي ما انتوا شايفين في الصورة.
طيب تعالوا نتكلم عن المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية. ايه ده يا مستر، هو ليه في مشكلات في البيئة الزراعية؟ الإجابة بسبب الاستخدام السيء للموارد الطبيعية. طيب من أهم المشكلات تناقص الأراضي الزراعية بتقل بسبب التوسع العمراني وتجريف التربة. التوسع العمراني يعني احنا بنبني على الأراضي الزراعية، تجريف التربة يعني ان احنا بنجمع التربة الزراعية ونبدأ نصنع منها الطوب الأحمر، وده طبعا بيفقد التربة الزراعية مساحات كتيرة. طيب ناخد مشكلة تانية، مشكلة تدهور التربة. طب ليه بما تفسر تدهور التربة؟ بسبب الري الدائم والإسراف في استخدام المياه. الري الدائم والإسراف في استخدام المياه. المشكلة الثالثة اللي بتواجه البيئة الزراعية مشكلة التلوث. طبعا التلوث البيئي للبيئة الزراعية بسبب الإسراف في استخدام الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية. طبعا ده بيلوث التربة وبيعمل تلوث بيئي. طيب يعني ايه مستر تجريف التربة؟ تجريف التربة ده تعريف معناه إزالة الطبقة السطحية من التربة مما يؤدي إلى تدهورها. طيب ناخد تعريف كمان، المصرف. يعني ايه مصرف؟ المصرف يعني قناة مائية، زي ما انتوا شايفين في الصورة كده. المصرف هو قناة مائية يتم حفرها عند منسوب اقل من حاجتين، من منسوب الترع والاراضي الزراعية. تمام؟ طيب ليه؟ لصرف المياه الزائدة، لصرف المياه الزائدة عن ايه؟ عن الاراضي الزراعية. طيب وبكده عرفنا المشكلات اللي بتواجه البيئة الزراعية. تعال نعرف ازاي الدولة بتواجه المشكلات دي. طيب جهود الدولة لحل مشكلات البيئة الزراعية، الدولة عملت ايه؟ واحد، سن القوانين التي تجرم تجريف التربة والبناء عليها. سن القوانين يعني بتبدأ تنظم القوانين اللي تمنع البناء على التربة الزراعية وكمان تجريفها. اتنين، ادخال نظام الري حديث كالري بالرش والري بالتنقيط، ودي طريقة جديدة في ري الارض الزراعية بتوفر المية وما تعملش على تدهور التربة. كمان انشاء المصارف الحديثة عشان نصرف المية الزايدة اللي في التربة الزراعية. تلاتة او اربعة، تشجيع الفلاحين على استخدام الأسمدة العضوية كبديل من الأسمدة الكيميائية اللي بتعمل على تلوث التربة. رقم خمسة، تشجيع الفلاحين على التوسع الأفقي والتوسع الرأسي للأراضي الزراعية. يعني ايه؟ توسع الأفقي يعني بزود مساحة الأراضي الزراعية، توسع رأسي يعني بهتم بزيادة إنتاج الفدان في الأراضي الزراعية. وبكده حبايبي نكون خلصنا درس النهاردة. استمتعت معكم بالدرس وشكرا ليكم، وهنحل مع بعض تدريبات كتاب المدرسة.